وصلى الفجر بالقوم جماعة ولبس جبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت معه وكانت قد قدمت وجعلها مما يلي بدنه ولبس فوقها الثياب الأخرى فنظرت إليه السيدة زينب وقالت له يا حسين ما لي أراك لبست جبة جدك فجعلتها مما يلي بدنك فقال إن القوم قد خانوا عهد الله فينا وما أراهم إلا قاتلي وسالبي ثوبي الذي عليه وإنا آل بيت لا تظهر عوراتنا على الخلق فجعلت جبة جدي مما يلي بدني حتى إذا سلبوا ثيابي الجديدة تركوها لقدمها ولم يكشفوا عورتي أمام الخلق وجلس الإمام محتب بسيفه وهي جلسة الفرسان فأخذته سنة من النوم فرفع رأسه بعدها وهو يحوقل فقالت السيدة زينب ما الذي جرى يا أخي قال رأيت جدي وجدك رسول الله الساعة وقال لي يا حسين الليلة تفطر عندنا وكان الإمام صائما لأنه كان في يوم عاشوراء فبكت السيدة زينب وقالت وا حسيناه وثمالة الماضي وبقية الحاضر فقالت رفقي بنفسك يا أختاه